اهلا وسهلا فيكم. نرحب فيكم بيتكم المتواضع الصغير، بيت اخوك ياسين الصقور المحب والعاشق للافاعي. ورايحين نتحدث اليوم عن اهميه الافاعي بالطبيعه وبالبيئه، واخص للانسان، شو فائدتها للانسان. ورايحين نتحدث كمان عن طرق المعامله، كيف تتعامل مع الافاعي السامه واللي غير سامه، وطرق الاسعافات برضه الاوليه. على مستوى العالم يوجد تقريبا 3750 نوع، وكل عام العلماء بيكتشفوا نوع جديد من الافاعي. من 3750 نوع 10% فقط سام، والباقي غير سام او ضعيف السميه. عندنا بالاردن احنا ما في افاعي، احنا عندنا بالاردن 37 نوع فقط. عندنا 7 فقط سامات. يوجد عندنا 7 انواع من الافاعي السامه بالاردن. اول نوع اللي هو افعى فلسطين، ثاني نوع افعى الحراش في المنشريه، ثالث نوع الخبيث الاسود، الرابع الصل الاسود، الخامس فلد، السادس ام جنيب، ورقم 7 اللي هي افعى المشرق السوريه. طبعا هذول 7 خطيرات جدا. هسه 7 انواع عندي، في 3 انواع يتواجدوا بالمناطق الشماليه والمناطق الحدوديه والغوريه والشفا غوريه ومناطق عجلون. في 4 يعني نادر وجودهم، اللي هي افعى المشرق السوريه تتواجد بالمناطق الجنوبيه، الديسه، الطفيله، مناطق الشوبك. افعى ام جنيب بالمناطق الصحراويه الشرقيه والباديه الشماليه. الافاعي بشكل عام ذوات دم بارد، بتحب الرطوبه، بتحب المناطق البارده، طقسها معتدل، لا تحب البرد كثير ولا الحم كثير. اثناء الصيف لما تكون الدنيا حاميه تبحث عن المناطق الرطبه. ايام الشتاء بدها تسكت حوالي 90 يوم، بس لا يعني اثناء فتره السبات انها تكون غير عدائيه وغير شرسه، بالعكس بتكون عدائية أكثر من الأيام العادية، ولكن هي بتكون في فترة خمول تام، عدم حركة أو عدم نشاط، ولكن تظل بحالة استعداد يعني لأي هجوم. هسه في علامة مميزة للجميع، رأس الأفعى السامة مثلث، الأفاعي اللي غير سامة رأسها زي حبة اللوز. لا يعني هي الحنيش مثلا كيف راسه. الافاعي السامه راسه من قدام مثلث، العين بالطول. عين الافاعي اللي غير سام دائريه، عين السام تجي بالطول. في اشكال متقاربه تكون باللون، لكن الافاعي السامه بشكل عام لا يتعدى طولها المتر. الافاعي السامه اللي عندنا بالأردن لا يتعدى طولها المتر. الذنب مخروط، مش متواصل مع الجسم، متناسق مع الجسم. الذنب من وراء بيكون مخروط، راح أفرجكم إياه. الأفعى الوحيدة اللي تتعدى المتر اللي هي أفعى فلسطين، ونادر منها، بصل طولها أقصى حد لمتر 35 سنتي. الأفاعي اللي غير سامة يعني 75-90% نشاطها نهاري بالنهار. الافاعي السامه معظم نشاطها ليلي، معظم هذا الفرق، بحيث اني افرق بين سام وغير سام. معظم نشاط الافاعي السامه ليلي، تتحرك اثناء الليل، ووقت ما بيطلع الصبح تثبت، ما الها بيت ترجع له او مأوى ترجع له، فتظل ثابته محلها لثاني يوم. هسه حركه الافاعي اللي غير سامه بشكل عام سريعه، حركه الافاعي اللي غير سامة سريعة وعدائية، تحاول تدافع عن نفسها. الأفاعي السامة حركتها بطيئة، معظم حركتها على الجنب، غير عدائية، عكس الأفاعي اللي غير سامة. الأفاعي السامة غير عدائية، يعني إن حست عن طريق جهاز الاستشعار اللي يكون طريق ثم للإنسان، بتحاول تثبت أو تتخبى.
إلا الإنسان إذا جاء عليها دعس عليها فبتنضرب. في علامة مميزة للجميع، رأس الأفعى السامة مثلث، الأفاعي اللي غير سامة رأسها زي حبة اللوز. لا يعني هي الحنيش مثلا كيف رأسه، الأفاعي السامة رأسها من قدام مثلث، العين بالطول، عين الأفاعي اللي غير سام دائرية، عين السام تجي بالطول. في أشكال متقاربة تكون باللون، لكن الأفاعي السامة بشكل عام لا يتعدى طولها المتر. الأفاعي السامة اللي عندنا بالأردن لا يتعدى طولها المتر. الذنب مخروط مش متواصل مع الجسم، متناسق مع الجسم. الذنب من وراء بيكون مخروطة، هفرجكم إياه. الأفعى الوحيدة اللي تتعدى المتر اللي هي أفعى فلسطين، ونادر منها، بصل طولها أقصى حد لمتر 35 سنتي. هسه بصير أغلاط كثير، أي واحد يلدغ بأفعى تلقى بيجرح حاله، بربط، بيروح على المستشفى وبأخذ المضاد، وللأسف ما بحتاج مضاد. لدغة الأفاعي اللي غير سامة 30 نوع عندنا، 30 نوع ما عدا السبعة اللي سامات. إذا لدغت منهم لا تتبك، لا تخاف، مجرد أنت اسعف نفسك، تطهير مي ديتول أو غسيل بصابون. ممكن بتسبب حرارة أو التهاب داخل أنسجة الجسم اللي هو بنتقل عن طريق الأسنان لما تعض الشخص المعين. ممكن الأفعى اللي غير سامة زي الحنيش بيكون موكل فار أو بيكون موكل أي قارض مؤذي، بنقل حرارة لجسم الإنسان عن طريق الأسنان، لكن لا يسبب وفاة. ممكن حرارة أو التهاب بكتيريا فقط. لغة السبب، حال وجود أفعى بالبيت شو كيف أتعامل معها؟ إذا ما قدرت أتواصل مع الجهات المختصة، شغلة بسيطة جدا، كل بيت فيه قشاطة، كل بيت فيه قشاطة، بس حط القشاطة عليها حظ، ولو حطيت أي علبة قدامها تدخل بالعلبة. لا تحاول تمسك الأفعى بيدك نهائيا. طبعا من أخطر أنواع الأفاعي اللي هي تعتبر على مستوى العالم، وليس بالشرق الأوسط أو في بلاد الشام، اللي هو الخبيث الأسود. طبعا الخبيث الأسود هذا اللي شايفينه هيو بإيدي، ها هذا عمره تقريبا فوق 5 سنوات. الآن الخبيث الأسود هذا بيحمل 4 أنواع من السم، 4 أنواع من السموم بيحمل. أنيابه خارجية، لما يلدغ ما بيفتح ثمه، هاي راسه، لما يلدغ ما بيفتح ثمه أثناء عملية اللدغ. الأنياب تبعاته خارجية، لا تكاد ترى بالعين المجردة، قاتل يعني أقصى حد 40 دقيقة إن فرغ سم قاتل، ما إله مضاد على مستوى العالم. هسه هاي حركة، شوفي بدي أعمل حركة ثانية للخبيث الأسود، ها عمل حاله ميت ماشي، بشوفوا أي مواطن بفكروا كعكة بده يمسكه، بده خليه يستعد للضرب. هسه هيك استعد للضرب، حركته بطيئة مش سريع زي باقي الأفاعي اللي غير سامة. هاي الذنب وهاي الرأس. شو الفرق بينه وبين الحنيش؟ هذا عمره 5 سنوات، وهذا اللي شايفينه هذا عمره بجوز 3 سنوات أو 4 سنوات، هذا 4 سنوات بالضبط، من 3 لـ4 سنوات. شوف قديش حجم الحنيش، الحنيش مسالم جدا، غير مؤذي، صديق للإنسان، محافظ للبيئة. هذا الحنيش يأكل الخبيث الأسود، يأكل الأفاعي السامة، يأكل القوارض، للأسف الشديد معرض للقتل الجائر باستمرار. هسه هاي اسمها أفعى السف الرمادي، أفعى السف الرمادي. طبعا هاي تعيش بالمنازل،
بدور العبادة بتقرب من البيوت. ليش تقرب من البيت؟ بتحمي المواطنين من الحشرات اللي احنا ما نشوفها بعيوننا. يعني لما تجي عندك على البيت هاي ما اجت عليك لضرك، هاي بصل طولها لغاية 20 سنتي. السف الرمادي أفعى روجر، غير سامة نهائيا ولا تحمل أي غدد من السم. من أجمل أنواع الأفاعي والمحافظة عنا على التوازن البيئي أفعى الفئران، إلها 3 مسميات: أفعى الفئران، أفعى الخضيري، الأفعى الحمراء. طبعا هاي بتحمل أنياب خلفية، إلها أنياب 2 خلفية، وتحمل غدد تخدير للفريسة وليس للإنسان. يعني لا قدر الله حتى لو عضت الإنسان، لا سمح الله، لو عضت هاي ما بتسبب عملية وفاة نهائيا. ممكن بتسبب حرارة أو بكتيريا عن طريق نقل من الأسنان لجسم الإنسان. هاي تلتهم الخبيث الأسود وتلتهم جميع أنواع الأفاعي. اللي هي أفعى فلت القرناء العربية اللي جمل رأسها لقرون 2، هاي قرن وهاي قرن. طبعا هاي من تطلع من البيضة، من تفرخ من البيضة صغيرة بيكون طالع لها قرون 2. زي ما حكينا القرن هذا غير سام، هو عبارة عن يتحرك ليجذب الفريسة لما تدفن حالها بالإثراب. أنيابها هاي نياب 2، هاي فرغت سم على القداحة، ملاحظ بين نقطة السم عليها هون، هاي نقطة السم قاتلة رجل بالغ. السم إن دخل الجسم وتفاعل مع الدم انتهى، أما زي هيك لو حطيته على جسمي غير ما يتفاعل مع الجسم، يتفاعل فقط مع الدم. السم عبارة عن مادة لزجة بروتين عالي، بصعوبة ليسحبه الدم تيصل للقلب. هاي بتعيش بس بالصحراء، ما بتعيش بالمناطق الشمالية، بتعيش بالمناطق الصحراوية. عسل الأفعى الصغيرة زي هيك ما تتحكم بكمية السم لما تفرغ بالفريسة. شايف؟ أيوة، هاي فرغت سم على الحديد. الأفعى البالغة تتحكم بكمية السم لما تفرغ بالفريسة، لكن اللي غير سام زي هاي، عفوا اللي غير بالغ، شوف كيف حركتها، ما تتحكم بكمية السم للفريسة، فتكون الصغيرة قاتلة أكثر من الكبيرة. هاي أفعى الحراشف المنشرية، هاي بتعيش بالمناطق الشمالية، بالوسط، بالجنوب، برضو قاتلة، تعمل على تميع الدم. أقصى طول إلها 85 سنتي بس لما يكون عمرها 25 سنة. حركتها على الجنب، رأس مثلث، العين راح أفرجيكم كيف العين الساعة بين الأفاعي السامة واللي غير سامة كيف حركة العين أو شكل العين. هاي الرأس مثلث، بعدين كيف الرأس. من أخطر الأنواع اللي موجودة عندنا برضو الحراشف المنشرية، تعتبر هي من فصيلة فلد والقرناء العربية. هاي الأنياب هون خلفيات، عفوا أماميات، أنياب 2، نفس أفعى فلد هاي أنيابها. كيف أميز الأفعى السامة من اللي غير سامة؟ من خلال العين، بدها تغير ثوب بتقلب عينها للأزرق، بدها تغير ثوب. العين بالطول، أفعى الحراشف المنشرية، الملمس خشن، الأفاعي السامة ملمسها خشن، الطول لا يتجاوز 85 سنتي. ذكر أفعى فلسطين، في ناس تحكي تقول من أخطر، الذكر أم الأنثى؟ الاثنين بيحملوا نفس السم. كيف أميز أفعى فلسطين عن باقي الأفاعي؟ لاحظوا الرسمة الآن، من الرأس W
ممتدة الرسمة ولغاية الذنب. رسمة متصلة مع بعض مش متقاطعة لغاية الذنب. الأفعى هاي خطيرة جدا جدا جدا، تعمل زي ما حكينا على تخثر الدم، مضادها مش متوفر. إذا تمكنت وفرغت السم بالفريسة، إذا ما أخذ المضاد بتسبب وفاة. من أجمل أنواع الأفاعي اللي موجودة عندنا بالأردن ولا تحمل أي غدة سم نهائيا، أفعى الدساس. كل الأفاعي تسكر، بس ما بدي اشرب المي الا افعى النرد. طبعا الخبيث الأسود بشكل عام هسه كل الأفاعي بتسبح، كل الأفاعي اللي موجودة عندنا بالأردن تسبح، ولكن ما تعيش بالمي إلا أفعى النرد. بتفوت بالمي يعني قدر ساعة ساعتين وتخرج للطبيعة، هي برمائية. بس الأفاعي هاي، هاي الخبيث الأسود، ها شايفين كيف يسبح؟ أوعي أوعي حفار، الخبيث الأسود حفار، بدخل معظم وقته تحت الأرض بس بنفس الوقت بسبح. خطير جدا، أربع أنواع من السموم ما له مضاد. إن تفرغ من تفريغ السم من 18 إلى 40 دقيقة قاتل. العام توفوا منه 3، وهذا العام توفوا منه سنت، العام 3 حالات والسنة هاي حالتين توفوا منه. شايف كل الأفاعي سبحان الله، حتى القرناء العربي تسبح، حتى القرناء العربي حطوا هون هيك، حتى القرناء العربي تسبح. هاي القرناء العربية بين قرونها واضحة، اللي يجملها قرونها خطيرة جدا وقاتلة بنفس الوقت. هاي الحراشف المنشرية برضو هاي تسبح، أفعى الحراشف المنشرية من أخطر أنواع الأفاعي برضو عندنا، اللي تعمل على تميع الدم، من فصيلة فلد الأفاعي الصحراوية. بس هاي ميزتها أن تعيش بالمناطق الشمالية، يعني بتعيش صحراوي وبتعيش بالشمال. أفعى الحراشف المنشرية برضو هاي ذكر، أفعى الحراشف هذا ذكر. هاي بتعيش داخل البيوت، أفعى سيمون الشفافة. هاي بتعيش داخل البيوت، طبعا هاي بتدخل السبيلة كمان هسه، غير سامة نهائيا. هاي بتاكل بكتيريا من داخل البيوت. طبعا اجمل صديق للانسان رغم سماره اللي فاضحه هو، بس هذا قلبه ابيض، هذا اجمل صديق للانسان. طبعا لدغني اليوم قدام طقس العرب مرتين، هاي اللدغة مبينة عدة اسنانها، يعني غير سامة، هاي غير سامة، ما في داعي اني اروح للدكتور، خلص تعقيم او غسيل بمي هيك
انتهى معي الأمر. هذا الحنيش معرض للقتل الجائر من قبل المجتمع المحلي. أفعى جميلة اسمها الدساس، جميلة جدا، غير سامة نهائيا ولا تحمل أي غدد من السم، حتى لو عضت ما تعمل بكتيريا لأنه ما بتعض، هي من الأصل ما تعض. هاي أنثى أفعى فلسطين، بدها تبيض، ها فيها بيض لسه، خطيرة جدا. الرسمة تبعتها واضحة للجميع من الرأس ولغاية الذنب. هاي أفعى فلسطين، طبعا لما تلدغ هاي سمها عزيز عليها، ما بتفرغ كمية سم كفاية زي الأفعى الصغيرة. راح أفرجيكم بس على الفرق بينها وبين الأفعى الصغيرة الفلسطين. هذا قاتل أكثر من الكبيرة، فرخ أفعى فلسطين هذا يعني قاتل أكثر من الكبيرة. ليش؟ هذا ما يتحكم بكمية السم لما يضخها، كونه بعده مش بالغ، ها واضح؟ فرخ أفعى فلسطين هذا يقدر عمره بثلاث أشهر، راح أفرجيك أسع اللي خمس ست أشهر. أي شخص بيشوف أفعى قريبة منه من البيت من حديقته أثناء رحلته، إذا كانت أفعى سامة ونعرفوا الأفعى السامة، أتمنى أنك ما تحاول تقرب إلها نهائيا، لأنه أي غلطة جزء لا يتجزأ من الثانية بتكلفك حياتك أو حياة ابنك، خطيرة جدا جدا. شوفي كيف حركة الأفاعي السامة، بطيئة بطيئة. كيف أميز الأفاعي السامة باللي غير سام؟ حركته بطيء غير عدائي للإنسان، بتموح حالها. شوف كيف بدها تحاول تختفي، حست بحركتنا بدها تحاول تختفي. معظم حركة الأفاعي السامة بالليل وفترة الصباح الباكر، أثناء النهار كونها ذوات دم بارد تبحث عن المناطق الرطبة تختبئ فيها، بس ما يقل نشاطها، يعني بتظل عدائية إلا إذا جيت عليها. إلا جيت عليها تهجم. هسه الأفاعي الغير سامة زي الحنيش أو البقلوية أو الثلاثين نوع، بنتشر بنهار، بحس بحركة الأفعى السامة هاي عن بعد عن طريق جهاز الاستشعار للأفعى اللي غير سامة، ترسم أقرب طريق بحيث تجي تفترس الأفعى هاي، بدها تجي تفترس الأفعى. لكن للأسف الشديد إحنا بس نشوف الأفعى اللي غير سامة مجرد على السريع بدها نقتلها. أصبر عليها وشوف شو راح تعمل، هي إجت تنقذ الإنسان ما إجت تضر الإنسان، فربنا ما خلقها من عبث.